درس اخر وثلاثيه اخرى للنادي الاهلي، ولكن هذه المره في شباك الاسماعيلي يقتنص بها النادي الاهلي الثلاث نقاط. كابتن شريف الف مبروك. مبروك، مباراه حلوه يا كابتن ايمن. شوط كان مفتوح اكتر من الاولين. لا لا لا، اطمنا على فريق الاسماعيلي واطمنا على جميع لاعبي النادي الاهلي النهارده تحت الضغوط. كمان الملعب كان مفتوح النهارده، يجوز انا من وجهه نظري يعني انه لعب النهارده يعتبر ب 4-3-3 يعني، مع تقدم امام عاشور اللي ربنا يطمنا عليه يعني. احنا سالنا طبعا رب. وعرفنا ان هم كدمتين، واحده في عصبة الرجل والانكل يعني، لحين اجراء الاشعه، لحين اجراء الاشعه يعني باذن الله. باذن الله بسيطه باذن الله، وعشان الناس كلها قلقانه يعني. ف اللعيبه النهارده كانت على مسؤوليه كبيره جدا قدام فريق كبير بصراحه. لعيبه الاسماعيلي تحرروا من كل حاجه. احنا كنا بنتكلم عنهم بقالهم فترات كتير سنين ما اتفرجتش على الاسماعيلي بالجمال ده. حتى لما كسبوا الاتحاد 3 كان الاتحاد متفوق وماسك كل زمام الامور، وهم اللي بيحاولوا نتيجه المباراه لصالحهم، ولكن ليس بهذا الشكل وليس بهذه السرعه. اعتقد ان يوم بعد يوم مع ايهاب جلال هيكون لهم شكل تاني. النادي الاهلي النهارده تحس ان جميع اللعيبه بقت خلاص حافظه بعض، حافظه بعض في التحركات، حافظه بعض من لمسه واحده. من الجون اللي جه بتاع بيرستاو الاول، جون عالمي بصراحه. الشكل الثنائي اللي حصل بين حسين الشحات وامام عاشور، وحسين بينفس وتيجي في العارضه وبيستقبل بيرستاو وبيسدد. اعتقد بيرستاو كمان من احسن اللعيبه اللي كانوا موجودين النهارده. فانا سعيد النهارده بكل الامور اللي حصلت في المباراه، ما عدا حاجه واحده بس. اعتقد ان الشكل الدفاعي بتاعنا ونص ملعبنا لازم يكون فيه ربط اكتر من كده. مش هنبقى على طول سايبين الدنيا زي كنا لسه بنتكلم احنا النهارده في الاستوديو على ماتش انبي، العشر دقائق اللي حصل فيها رياكشن وردت الكره في 3 مرات على الفرقه النهارده. اديك شفت النهارده احنا بنتكلم في 3 مرات النهارده، اديك شفت بتاع 15 مره شوط اول وشوط ثاني. النادي الاسماعيلي موجود عندك، النادي الاسماعيلي بيحاول، انت باخطائك خليته جاب هدف فيك، وبرده باخطائك في اول شوط كان علي معلول بيرجع الكره للشناوي كان هيخش فيك هدف. انت عندك حاله تركيز والتزام، هي دي اللي بتمتص هجوم اي فرقه بتبقى عليك. فلازم يواكب ده كله كمان ان الكره اللي تروح على النادي الاهلي تبقى عزيزه جدا يعني، ما تبقاش سهله، ما تبقاش انت مضروب بكذا كذا شواهد. النهارده ابص الاقي 3-4 على 3 مننا احنا بتوع الاسماعيلي رايحين، لولا ان بتبقى انت مركز والديفندرز بتوعك واقفين على حيلهم وعلى رجليهم وبيقفوا صح، وازاي بيقطعوا الكوره من الحاجات اللي النهارده اللي فيها امتيازات وايجاد، هم اللي خرجوا المباراه كده. ما دي مباراه تخرج 4-3 أو 5-3 حاجه زي كده يعني. فهو ده برده الربط والظبط اللي اتكلم، يمكن مستر كولر هتلاقيه بيتكلم في نفس الشكل ده النهارده. واين انت يا مروان عطيه من مستر كولر النهارده؟ اكيد في سبب ان هو الراجل ده النهارده بعد كل اللي شفناه النهارده ما بقاش موجود برده. ده السؤال لمروان ولا ليه؟ ليك انت. لينا احنا كلنا. فليه هو ما كانش موجود النهارده برضو؟ هل كوكا كان بكفايه وضعه ان هو مسيطر برضو على كل حاجه وتحمل الضغط كله على كوكا وديانج؟ فعايزين نشوف حل للحكايه دي باذن الله، خاصه ان الفرق كلها بقت بتلعب على اساس ان هي تقترص منك على الاقل نقطه، مش هيسيبوا لك السايب في السايب كده في كل مره. مبروك النهارده، مبروك اداء لعيبه النادي الاهلي. ياخدوا بقى الاجازه والتطعيم وكل حاجه، ولينا كلام آخر إن شاء الله.